السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم البرياني. البرياني دي أكلة هندي انتشرت في دول الخليج ودخل عليها تعديلات وافتكاسات، بس أنا هوريكم طريقتي النهاردة. طريقة سهلة وهتعجبكم إن شاء الله. هنا معنا المقادير، هتبقى معنا فرخة أو 4 وراك على حسب الموجود عندك، مغسلة كويس ومنضفاه، ومعانا طماطم مبشورة حوالي 1/2 كيلو، بصل مفروم وبصل متقطع جوانح وكزبرة خضراء، وده فلفل حار، والبهارات عبارة عن بهارات كبسة وحبهان وقرفة بابريكا وملح وبهارات عادية، ونص كيلو رز بسمتي. تعال نشوف الطريقة مع بعض. هنجيب الصينية نحط فيها الزيت والبصل، هنحط البصل المفروم هنقلبه لحد ما يدبل، هننزل بالفراخ تاخد تشويحة من الجنبين، هنقلب على الوش التاني. هننزل بجميع التوابل أو البهارات، بعد كده الفلفل الأحمر. الفلفل الأحمر ده اختياري عشان هو حراق. الطماطم المبشورة، بس هنزود شوية مية عشان الفراخ تستوي فيها. كده أول ما تغلي والمكونات تدخل في بعضها هنغطيها ونسيبها تستوي. هنا بقى جبنا حلة وحطينا فيها شوية مية وشوية زيت، وملح. المية دي هنسلق فيها الرز، أول ما تغلي هننزل فيها الرز المفروض انه يستوي 3/4 سوا، مستوى كامل. كده بعد ما نزلنا الرز في المية بعد ما غليت هنقلبه ونسيبه يستوي، وعلى العين التانية حاطين الفراخ بالطماطم بتستوي. كده خلاص الفراخ استوت والطماطم نقصت اهي اتسبكت. انا بقى بحب اطلع الفراخ بحطها تحت الشوايه، هنطلعها في الطاجة وهنحطها على الشواية. بس ده الرز بعد ما استوى وصفيناه في المصفى، هنرش عليه كركم او لون زعفران او لون طعام اي حاجة،
على أساس يدي لون واحدة واحدة. ده البصل اللي مقطعينه جوانح، عملناه زي بتاع الكشري، والكزبرة، وده الصوص بتاع الفراخ، ودي صينية فاضية اللي هنرص فيها الرز. هنحط في الصينية شوية زيت، هنوزعهم كويس، وهننزل بنص الرز. نوزعه كويس في الصينية. هنحط عليه صوص الطماطم، هنحط نص الكمية برضه. نحاول بقى نوزع الرز كله. بعد كده هنحط شوية كزبرة. بعتذر جدا الموبايل فصل وما كملتش تصوير. هنا هنحط بقية الرز وبقية صوص الطماطم، وهنحط عليه البصل والكزبرة، وهنحطه بقى على البوتاجاز، ونوطي البوتاجاز على الآخر على أساس لو في مية في الرز تتشرب. ودي كانت أكلتنا بعد ما اتغرفت وجاهزة للأكل. بألف هنا وشفا يا رب. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير، ولو في أي ملحوظة اكتبوا لي في التعليقات. مع ألف سلامة.